حلو والفرحه حلوه وكل حاجه حلوه. بالمناسبه النهارده كان على النادي الاهلي في ضيف على تيشيرت النادي الاهلي، ضيف جديد الحقيقه. نتمنى ان شاء الله ان هو يكون ضيف دائم مع النادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه، ووشه حلو الحقيقه برضو. يعني كان عندنا ضيف النهارده على تيشيرت النادي الاهلي مرسول. مرسول كان ضيف النهارده، كنا بنستنى كلنا هيعمل ايه او ايه اللي هيحصل خلال المباراه، ولكن مرسول بقى في حته تانية. مرسول بقى في حته تانية ليه؟ علشان النهارده النادي الاهلي فاز بسوبر رقم 8، السوبر الثاني على التوالي، ورقم 8 للنادي الاهلي. وبعدين بقى النهارده كمان عاملين بعض البرومو كود او عروض الترويجيه لشركه مرسول، علشان كل جمهور النادي الاهلي يبقى شايف اللي بيحصل ده ويساهم في وجود مرسول في السوق المصريه، اللي بقى لها اعتقد ان شاء الله خلال الفتره اللي جايه هتبقى بدايه جيده جدا مع النادي الاهلي. ده عرض سوبر لابطال سوبر، استخدم برومو كود سوبر الاهلي 8 وهتاخد خصم 30 جنيه على 8 اوردرات الجايين مع مرسول. فان شاء الله تبقى بدايه جيده مع النادي الاهلي، وضيف ان شاء الله يكون ضيف دائم مرسول، عامل عروض سوبر زي ما حضراتكم شايفين. طيب خلينا نروح للأستاذ أسامة حرفوش المدير الإقليمي لشركة مرسول في مصر. أستاذ أسامة، يعني ألف مبروك النهاردة تواجد مرسول على تيشيرت النادي الأهلي. أنا لسه كنت بقول ضيف وشه حلو، وإن شاء الله يبقى ضيف دائم موجود مع النادي الأهلي. لا إحنا أصحاب بيت يا كابتن. يعني طبعاً أنا بهني كل جماهير النادي الأهلي، وبهني جماهير مصر كلها بالفوز وبيعني الاستحقاق اللي اخده النادي الاهلي النهارده. الاهلي دايما بيكتب تاريخ، واللي يكون مع الاهلي دايما كسبان. احنا صراحه بنتشرف برعايتنا ودعمنا للفريق الاهلي في مباراته النهارده في كاس السوبر، ونتمنى انه بقى ياخد اللي جاي واللي بعده واللي بعده، واحنا طبعا نبقى معاه لانه احنا عايزين نكتب تاريخ احنا كمان. بصراحه الموضوع لما اتعرض علينا احنا كنا مرحبين جدا، بل بالعكس يعني احنا اللي بنسعى ان هو نبقى موجودين على تيشيرت النادي الاهلي، لان ده شرف لاي شركه ان هو يكون في يعني مع دولاب البطولات المتحرك في النادي الاهلي. فريق بيقدر يحقق نجاحات وبطولات وبيوصل لاهدافه بسرعه، واحنا كمان بنوصل. فاحنا حابين نقول للناس ان احنا كمان قادرين نوصل النادي الاهلي للسوبر، وان شاء الله نوصله للجزيره يعني مره ثانيه وثالثه ورابعه وعشره والف، يعني زي ما عملتوا جايزه لعمرو السوليه بافضل توصيله او افضل ثرو باس اتعمل. اعتقد كانت جايزه رائعه جدا ويستحقها الحقيقه، وساعدت بشكل كبير جدا على ما اعتقد فيه ان عمرو روحه المعنويه ترتفع، خصوصا بعد خروج مصر من بطوله كاس العرب. طبعا يعني كابتن عمرو السوليه يعني قيمه وقامه، واحنا كان نفسنا نقول له يعني متشكرين يا كابتن عمرو على البطوله العظيمه اللي انت عملتها مع منتخب مصر، وسوء التوفيق او سوء الحظ اللي حصل ده ما يشيلش اي حاجه من تاريخك، وبالعكس احنا كان نفسنا نقدم لك حاجه اكبر من كده. لذلك فكرنا في حكايه احسن توصيله هي لايقه عليه، لايقه على كابتن عمرو السوليه اللي وصل مصر ووصل النادي الاهلي بتوصيلاته وبكور كتيره قوي للهدف يعني المنشود. الحقيقه احنا حاولنا على مدار الفتره اللي فاتت ان احنا مش بس نعمل الدرع ده، لكن كمان كنا عايزين نرفع الروح المعنويه لكل لعيبه النادي الاهلي ولاعيبه منتخب مصر، وكمان كنا عاملين مسابقات كتيره قوي علشان نخلي كمان جمهور الاهلي يبقى هو كمان سعيد ونرفع من الروح المعنويه لحد ما ناخد الكاس ونجيب له بقى الكاس لغايه عنده يعني. وحضرتك معانا، خلينا نطلع نشوف فيديو صغير لبيتسو موسيماني وهو بيسلم عمرو السوليه كأس مرسول، خلينا لأفضل توصيلة. خلينا نطلع نشوف هذا الفيديو ونرجع نكمل. عمرو، we presenting you with a gift or a present for the best Rabona delivery. So you delivered a very good assist. So you deserve a small gift, a presentation. For what you do. So this is for you, my friend, for the best delivery. Thank you, coach. فكرة لطيفة الحقيقة، أفضل تمريرة وأفضل توصيلة الحقيقة للمرمى. أستاذ أسامة، يعني أفكار رائعة وأفكار جديدة كلها،
ولكن في النهاية تعاون مهم وتعاون مشترك ما بين شركة مرسول والنادي الأهلي. الحقيقة احنا شركة مرسول مهتمية جدا بالرياضة، يمكن في ناس ما تعرفش ان احنا عندنا في المملكة ملعب باسم مرسول، اسمه مرسول بارك، وده موجود في المملكة في مدينة الرياض. والحقيقة اهتمامنا بالرياضة في مصر جاي من انه احنا فعلا مش جايين مصر مجرد ان احنا شركة بتستثمر وعايزة يعني توفر فرص عمل، لكن مش بس كده، احنا عايزين نساهم في النهضه الكبيره اللي حاصله في مصر في الفتره اللي فاتت، عايزينها على مستوى التكنولوجيا، على مستوى الرياضه، على كل المستويات اللي احنا نقدر نساعد ونساهم فيها. ومفيش احسن من بوابه النادي الاهلي اللي توصلنا للناس كلها، علشان ده معنى النجاح ومعنى البطولات ومعنى الوصول للقمه. فاحنا ان شاء الله مع النادي الاهلي ودايما، وفي مفاجآت ان شاء الله في الفتره اللي جايه هيشوفها جمهور النادي الاهلي مع مرسول ومع النادي الاهلي ان شاء الله. ولكن برضو حضرتك معانا ضروري جدا نطلع نشوف فيديو، الحقيقه كان رائع جدا ما بين قفشه واكرم توفيق، عملوا فيديو كده لطيف جدا، خلينا نطلع نشوف هذا الفيديو ونرجع نكمل مع حضرتك مره تانية. النهارده متجمعين انا واخويا كابتن اكرم توفيق، مرحب بيك يا كابتن، منورني. يا كابتن قفشه الله يعزك يا كابتن مصر. النهارده يا كابتن في مسابقه النادي الاهلي عاملها، ان شاء الله اللي هيكسب تيشيرت النادي الاهلي، فاحنا هنختار الكومنتات انا وانت، هنختار اثنين، انت تختار واحد وانا اختار واحد، وكل واحد يقول اسم المين، اسم اللي هو هيكسب التيشيرت النادي الاهلي. اتفضل يا كابتن، قلب كده شويه، اختار انت يا كابتن، اتفضل. اول ما تقول ستوب انا هقول ستوب. ستوب. اختار مين صاحب الحظ؟ واكرم شكله بيدور على واحد قريبه. في كتير قوي. الناس كلها نفسها في تيشيرت النادي الاهلي. اختار مين صاحب الحظ؟ احمد محمد هو اللي كسب معانا تيشيرت النادي الاهلي. انا هعرض صورته دلوقتي قدام الكاميرا، بس اكرم مش عارف يطلعها، مش عارف اجيب الصوره. مش عارف اجيب الصوره برضه، الناس مصعبانها قوي، بحط الصوره دي خلاها الناس كلها تشوفها. طب يلا يا اكرم اعمل ايه؟ احنا عايزين نختار واحد تاني، هم اتنين، انت بقالك ساعه في واحد، انت بتدور على حد قريبك ولا ايه؟ واحد غيره، انا مسامحك بس شوف واحد غيره. لا لا هو ترى ما قلنا اسمه، يبقى هو هو. ايه دوس على الصورة صح زي ما مش عايز يفتح بقى الصورة، مش عايز تفتح. هي المشكلة في الصورة، خلاص عرض لهم بقى الصفحة بتاعته. هو ده كسبان معانا يا جماعة، احمد محمد رقم واحد. عايزين نختار واحد تاني، انا اللي اختار بقى يا كابتن، انت بقى المذيع. كابتن رامي، التيشيرت يا جماعه اهو، التيشيرت الكابتن رامي، كابتن رامي عايز التيشيرت ده يكسبه ان شاء الله. واسمه احمد ام حاجه الكوني. طب ما صورة فتحة تاوي زي الفل، ده الكسبان يا جماعة، اسمه أحمد، هو أحمد الكومي، أحمد الكومي، أحمد، أحمد الكومي هو الكسبان. أيوة هو ده يا ابن المحظوظ يا احمد اكومي. طبعا كده اخترنا اثنين اللي كسبانين تيشيرت النادي الاهلي، اخترنا اثنين اللي كسبانين تيشيرت النادي الاهلي، نقول لهم مبروك، وان شاء الله الفتره اللي جايه نعمل لكم مسابقات اكتر، وكل الناس تكسب تيشيرت النادي الاهلي ان شاء الله. شكرا، شكرا يا كابتن اكرم، ونورتنا يا كابتن. ربنا يخليك يا كابتن قفشه، شكرا ليك، بس مش عايز اشوفك تاني بقى، ولا انا عايز اشوفك الصراحه. الف مبروك للناس اللي كسبت، وطبعا يعني يكونوا دعم لينا في الماتش اللي جاي، وان شاء الله نفرحكم قريب. الله، شكرا يا كابتن اكرم، شكرا. فكره لطيفه جدا يا استاذ اسامه، وبتسعد جمهور النادي الاهلي، وبالفعل كان وشكم رائع النهارده على كل جمهور النادي الاهلي وعلى النادي الاهلي في فوزه بالثانيه على توالي والسوبر رقم 8 في تاريخه. يعني احنا سعداء جدا بالشراكه دي مع النادي الاهلي، وصراحه يعني في مجهود خلف الكواليس كبير قوي حصل، سواء كان من شركه برزنتيشن او حتى من البي ار تيم بتاعنا تامر واحمد برماوي، وكمان التيم بتاع مرسول الكبير اللي كان موجود في قطر زي محمد مجدي، وكمان التيم اللي موجود في السعوديه اللي ساهم بانه يعني الحاجه دي تظهر بالشكل الاحترافي.
شكر كبير قوي ليهم، شكر قوي للنادي الاهلي انه خلانا نبقى جزء من الفرحه دي. مبروك للنادي الاهلي، مبروك لمصر، مبروك لينا كلنا، وان شاء الله تشوفونا مع النادي الاهلي ومرسول ثانيه. اخيرا قبل ما اسيب حضرتك، عروض سوبر لابطال السوبر، استخدم برومو كود سوبر الاهلي 8 وهتاخد خصم 30 جنيه على الثمن اوردرات الجايين مع مرسول، كلها مرتبطه بكاس السوبر رقم 8 للنادي الاهلي ان شاء الله. يعني حاجه جميله جدا. انا بشكرك جدا يا استاذ اسامه على وجودك معانا. شكرا جزيلا للاستاذ اسامه حرفوش المدير الاقليمي لشركه مرسول في مصر.